أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز ابتداء الكفار بالسلام من باب التألف لهم؟ لا. وهل ابتداؤهم بالسلام يكون من موالاتهم؟ لا، هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إذا سلموا فقولوا وعليكم، فقولوا وعليكم. والله جل وعلا ذكر عن موسى وهارون عليهما السلام أنهم قالوا: والسلام على من اتبع الهدى، ما قالوا والسلام عليك، ما قالوا لفرعون السلام عليك، قالوا السلام على من اتبع الهدى. نعم.